Y un momo. مرحبا رضا فاميلي، كيفكو؟ شو اخباركو؟ ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين ومرتاحين. وين رضا؟ ما حدا سأل، بس انا هيك حبيت احكي. اوكي جماعة، رضا للأسف الشديد راح احكي لكم قصته شو صار معه. جهزوا بكذا تلفون. لك رضي جماعة، رحنا على مطعم بدون ذكر اسماء، لانه احنا ما بنعمل اعلانات ببلاش. اوكي. المهم رحنا على مطعم، فما بعرف شو اجى عباله، شو اسمه، ياكل شغله معينه، ما بقدر احكي شو هي برضه. سوشي. راح سوشي. اجى عباله يجرب سوشي، لا يرضى ولا وخلص وبلاها وسمك. قلت له هيك، ولا فجاه طف، دور شمال دور يمين. وين رضا؟ مش موجود. دق هنا. قلت ولا ما حسيت غير صاحب المحل بيقول لي رغدة في انفجار بالحمام. قلت له ما مين بيحكوا لي رضا جوا. قلت له ما بعرفه انا ولا بيعرفني. السلام عليكم. عشان هيك رضا مش موجود معنا اليوم. فرق ده جابت لي هذا بسرعة. هذا فقط عشان حرشته. السلام عليكم. خليك بالحمام احسن لك. والله احسن. المهم رضا فاميلي خلاص. هذا انستغرام حقي. زي ما كنت ارجعي شوي ورا. الو. السلام عليكم. قلتي مرحبا رضا فاميلي. اشتقتم لنا، اشتقنا لكم. زمان ما طلعنا لايف، زمان ما طلعنا ستوريات، زمان ما نسوينا مقالب. بس الوعد اللي نحن نوعدكم به، راح نوعدكم بوعد. خلاص رغدة. احنا نوعدكم بوعد. رغدة وش هو هيك شعري بحب خليه وفريدم. This is America. لا This is not America. رجعي كده يجيك حلو. ماشي يلا خليه كده. بس صراحة رجع كده كيوتي. يلا خلي صافي خلاص، لا تتحمسي. قانون الأول، لا تتحمسوا. قانون انتي. قانون ثاني، لا اتحمس. قانون ثالث، لا اتحمس. جود. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان والله. توحشناكم بزاف، ونهار كبير هذا طلعنا لايف، وان شاء الله نبقاو ديما نطلع لايف. يلا قولي شنو قلت. العيد والله كنت عم بطلع على حالي. صافي مشينا. رغدة طالعة حلوة على رضا. لا دراري دابا حنا غنبداو ندخلو في واحد الموضوع. بين وين البين مكتوب عندكو؟ ليش بين ليش البين اللي كومنتا؟ شو بغيتي؟ رغدة يعني طالعة حلوة على رضا، يعني بتضل للابد. والله انا حلو منها. والله شوف ثقة في النفس. هي صراحة هي طالعة حلوة صراحة. خجلتها. خلاص لا تحمس. لا القانون الاول. اوكي تمام. القانون الاول ده، هذا القانون الاول. ثاني قانون الاول. اوكي مهم، كنبغي نسلموا عليكم في هذا في هذا رغدة خصنا نسلموا على الناس. بعدا ما خصكش تشربي قدام. تعامل عمر فينا. وعمر كاين والله. تنحيد لكم الكومونتير بالرب. شفت ريد بول؟ انا قابل للاعلانات. اعطيني تليفونك. بسرعه. بدي اوريكم شيء كثير حلو صراحه. وعدتكم ان في ستوري راح اسويه، وصراحه والله كثير انا فرحان عشان راح اسويه. وصراحه دابا نهضر بالمغربيه الناس المغاربه. دابا انا بغيت ندير واحد الحاجه اللي غادي تفرحكم وغادي لا رضا لا امام اللايف راح اسرب اغنيته. اسمعي خلوا يسمعوا. رضا لا يلا شوف بدي اقول لك امام الحين امام الناس، تقولي الاشياء اللي راح اقولها بالضبط.
قولي الاشياء اللي راح اقولها بالضبط. رضا هاي تنمر. انا متنمر عليكي عشان اخر مره قلت لها في ستوريز لا تسوي الفلتر. قلت لك عندك فرصتين اخيرين سويتيهم. شو قلت لكم ستوري؟ قلت لك انتوا عارف ايش راح يصير اليوم واليوم لايف. يعني اليوم انتقام. لا 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 ما حكيت لي شيء. ها هذا شوف كي تسمى استفزاز. انا دابا بالله عليك انت اسمعي غادي كل دقيقه باش نهضر. راح تسوي الاشياء اللي راه نقولها لك وانت راه تسكتي. شباب شوف بدكم تسوي الحر. يا خوف. يلا اسكتي. يلا اعطيني اشياء بدك تسويها رغده بسرعه انا الافكار. شكتي شوف طفي هذا الضوء. لو سمعت كذا حلو. لو سمعت اسمي ريدا وما انا تكلمت وقلت لك شو راح تسوي والله العظيم لا. يلا خلاص جود وي ار جود شباب اعطوني كومنتات اعطوني اشياء حلوه عشان تكون عندي افكار. فين هو عمر؟ عمر بقى ما طلعش. اعمل اغنيه بس. كيفاش اعمل اغنيه تهدي؟ كيفاش؟ لا 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 قصدي عشان اغنيه اقدر انا ما تطلع. قاعده تهديني. خلاص لا لا اسمع خلاص انا هين اظن ما يسمعون. لا 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 بيتزا. سوري ريدا. لا ما اخر مره امام اللايف. اخر مره اسوي لك الفلتر في 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 ستوري بسرعه. سوري ريدا اخر مره بسوي لك الفلتر بالستوري. لا في اسلوبك ما كان حلو. اسف تبيني لي. ايوه كذا اخر مره راح اسوي لك. ايوه ستوري بعد الفلتر. والله جد ياخذ التريمو مره. صح يلا فرحانه. لا تنسي ان الاغنيه عندي. ماشي اوكي تفضل. الله مهم شوف هنا كتبين لك فهمتي وليت كتسبح علمتها التسبيح. وصافي حيدي وريحي. شوفوا دراري اليوم جبنا لكم واحد البلان. وفين هو كلكم صيفطوا ميساج لعمر؟ فين هو عمر؟ رني له. رني لي؟ لا ما ترني لي. والله حتى عمر ما كاينش. لا ما طالعش ليا. عمر كتب كومونتير ولا شي لعيبه اللي كنتي حقاش البلاصه ديال الكاس خسرات ليا. سربي انا كنتسنافك عمر دري علمت التسبيح. رضا قول مرحبا عمر احنا فاتحين لايف اذا بتحب تشوفني. اغنيه الاغنيه الحين سوي كانسل الفوك. والله سويها الحين كانسل. سوي كانسل ايوه عيديه. عمر اخوي ادخل لايف يلا. عمر بالمير احنا فاتحين لايف ادخل بسرعه لا اقتلك. سند باي عمر. جود اوكي ها هو عمر دخل. عمر هاي يا هلا بالزين. هلا بالزين. والله عندي تهديد خطير جدا. اعطيني التليفون هنا. نو نو اللايف كله ما اتفقنا. شوفوا عمر شنو ارسل. شوفوا عمر شنو ارسل. تسنى بلاتي عمر الفويس نوت اللي ارسلتيه نقي. هلا هلا رضا كيفك شو اخبارك؟ والله مشتاقين. شو اللي ايش مشتاق؟ لا لا كلامه اخو. يا ربي السلامة. شفت شي؟ اعوذ بالله من الشيطان. بغينا عمر بلوك بلوك بلوك. والله بلوك حرام. اخوي والله اخوي ما شاء الله. زين ماله انا معصب منك باش تكون معك واضح. انا علاش معصب مني؟ بلاتي هذا مشكل اخر. تسنى علاش معصب مني اخويا؟ بلاتي غادي نشعل الرينج لايت ونشعل الاضواء وانا معاك. التليفون خليه هنا. هذا فيه الموسيقى اللي غتسوي اي حركه. شوف ولا عندي جديد دابا غدير اي حركه. بابا بالله العظيم تنسرب الاغنيه. بابا هذاك عيونها هذاك الخيط اللي كان لاصق ديال البوله. فينا هو ديال البوله؟ بوله مدوره. الرينج لايت مدوره. رينج لايت وسميتها الرينج لايت ماشي بوله مدوره. هو ما غيعرفش شنو هي الرينج لايت. بابا بوله مدوره. شوف التليفون رينج لايت هذاك الدواره البوله الدواره. اوجد لي راسك. مالك شنو بغيتي؟ ابلاتي انا معاك. مكشر بوريك الحين ليش مكشر. لم تكن زعلته ولا ما متذكر. يا ريت احنا ما نخلي عشان صوتنا لعمر رجع كبير عشان ما نخسر فلوس. عمر جبوس انك تعطلتي بلاتي. اصبر جمع الاذاعه المدوره. اصبر
بلاتي عشان زمان ما طلع زمان ما طلعنا لايفات بلاتي بلاتي واحد كلمه خيبه بلاتي زمان ما طلعنا لايفات لا تقري اي شيء بالمغرب هذه انا ما كنت عارف رغده شنو كاميرا خفيه شنو لا لا رغده بليز لا تقرأين الكومنت لا تفضلي ما اقول لك لا عيب عيب والله عيب والله كنت راح لا والدراهم بالروز ولا الدراهم لا 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 الدراهم بالروز ولا كاين نكات هلا اللي ببلش لا والله نكات خلاص خلاص لا تتحمسي قانون الاول قانون الاول قانون الاول بلط قانون الاول ها رضا زوين عليك موت أرغدة من أي؟ شو يعني؟ لا ولا شيء يعني كأنه قال لك يعني أنت اللي أحلى في اللايف وريدة مو حلو أنت طلعت رضا بابلي الله الله بحبكم شكرا حتى هم يحبوك والله بحلاهم بحبهم والله ايه أحقش ما ريدة تحبين منو؟ ريدة فاميلي عشان شو قالوا أسفل قالوا ريدة قالوا رغدة أحسن من رغدة انا غادي يجي لك عمر احسن منكم اثنيناتكم بس انتظروا دقيقه بس صافي انت ما كاش كدير شباب شوف اليوم اللايف غادي يكون فيه فعاليات اول فعاليه رغده انت حمست الناس اللي دخلوا جداد فهمت شوف الناس اللي دخلوا جداد ما صافي لا 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 والله بزعل منك والله بزعل منك كثير 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 لا لا رضا عن جد بتسكر اللايف والله عن جد استني اقول لك شيء استني لا تتحمسي انا ما راح اسوي ولا شيء لا انت سمعت ها ما راح اسمع كان صوتنا اعلى اسمعني اسكتي واسمعي مسكنتي وتحمستي وقلتي اي شيء بربي حتى اسربها اقسم يمينا حتى اسربها فاحترمي نفسك ولا تقولين ولا اوكي بس مش لما ما اعرفش مش لما جزء خلاص انا اشوف الحين جسم الاخير لو تحمستي اقسم برب لا لا والله بنغلط سوري رضا سوري والله بنسى يا الله صعبه ما صعبه سوري رضا عشان انا بدي ازت عليك هاي ونسيت هذه بتشيريها يعني شيريها على نفسك يلا تنمر تنمر انا ابو تنمر لا للتنمر لسه امبارح حكيت قصه عن ايه والله غدا ابو احكي علي يلا زدتي زدتي على نفسك ايوه اوكي انا هنا كي داير بخير انا هنا بلاتي غادي نقطع وغنطلع باش نطلع طلعه جديده فهمتي حيت طلعنا ما بتشوفهاش غادي نطلع بلا راكين انا هنا اوكي جبتي الدوره شكرا عمر جاب اذا ام دوره انا نعاود نطلع عمر عمر خصك تسبكم انت حقاش بشالية انا الجيست ما كنقدرش نضرب فيه سبحي بانني ملوحش الاغنيه عمر هو اطلع استي عمر اطلع استي عمر الو اهلا عمر كي داير بخير توحشناك بخير الحمد لله وانت كي داير الله يحفظك استي عمر كي داير بخير لاباس عليك كل شيء فريده كل شيء مزيان شو مالك زعلان مين مزعلك عندي... انا الحين بقول لك من مزعلني دقيقه اسوي فلتر حلو هذا حلو هذا انت كل شيء عليك حلو كل شيء عليك حلو هذا حلو عايزة وراك هذا حلو اسال رضا ما بعرف هذا حلو هذا حلو يا رضا فوق اخوك عادي انا عادي بجد دابا غادي ندخل معاك في صلب الموضوع مالك اخوي شنو درت ندير لادي بلاش ندير ميوت ما شاء الله ما شاء الله عمر شعرك كثير ثيك يعني حلو قولي حلو كيرلي عمر اخوك عادي كيرلي يعني حلو نفس بس القصه حقتك هذه ما حبيتها عادي احكي بعد قصه ربطيته اختك احكي معها عادي ما زويناش المهم عمر 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 كل شيء علي زوينه عمر بلاش نجرب علي انا فلتر حقا جد بشوف في الكومنتير تقول لي من عمر
السلام عليكم. لأنك حطيت فلتر. لا والله بعلق. لا يعني أنا الحين راح أكون بالفلتر. كنت تسمعني مزيان؟ كان سمعك، كان سمعك. بغيت نسولك سولني قدام الناس. دابا أنا قلت غادي نطلع لايف، وانت قلتي غادي تطلع لايف ياك. أيه. الناس مع يعني كاين اللي عرفوا انه غادي نطلع معاك. ياك فنسبه كبيره عرفتك انا عرفت سعود. لا فهمت فهمت تقول وقيل نسبه ديال الناس عرفتك بحال غتطلع وانا في وسط اللايف، يعني بحال انت دير لايف وانا ندير لايف. واش مني كانوا كاينين اللي كانوا كيعايروا كيقولوا لي انت ماك مريض انت شفتي رضا غادي تطلع عاد بغيتي تطلع انت. المهم هادشي الو عمر تبلوكيتي يا عمر، انت اللي تبلوكيت ماشي انا. عمر تبلوكيتي يا عمر. هانا الو نحيد انا كاع الفلتر. كنسمعك حيد فلتر. فلتر فيه مشكل. الو انستغرام فلتر فيه انا مشكل. حيد فلتر صافي اوكي كما انا فهمت. وقال الناس كانوا كيقولوا لك بانك غتطلع في نفس الوقت لايف مع رضا ياك، اللي كان ماشي هذه المشكله. مش هذه المشكله عشان اللي وراك تفهم، هذه مش هي المشكله. المشكله انك قلت لي الساعه 9. ايوه وصلت الساعه 9 ايوه المغرب، وانا أيوة. ديك عليه يقول لي ترى انا مع رغده قاعدين نتكلم في مكالمه. لا تحكي الشركه. ما راح اقول الشركه طبعا ادري. شكرا. فانت على ايش تقلب؟ انا الساعه عندي في المغرب الساعه 9، والساعه عندي في الاردن الساعه 12، يعني بينا 3 سوايع. البارح الحكومه المغربيه نقصت ساعه، انا ما في فراسي عشان انا في لا فراسي. مش البارح انا في الاردن مو اول 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 البارح. ايوه يعني 5 ايام والحكومه المغربيه ما ناقصه ساعه. وليش ما خبرتني؟ وليش اخبرك انت امي؟ انا مو امك، انا رضا. اوكي صافي. دابا شوف دابا انا اصلا في المغرب. لا لا ما عرفتيش شنو. انا اليوم غنزل فيديو ياك كداب. اليوم غادي نزلو مع تسعود. هذا شي واحد اللي مزبل لي ما عاد يصادي واحد يجي. عطيني بسرعه. شنو خازن عليه في التليفون؟ جيش رغبه طططط. ترى ايه رغده ترى حتى انا راسل لي الاغنيه. يعني اذا اخذت تليفون هذا انا بسمع الاغنيه للناس. عمر اليوم كاين كاين بزاف. دابا خليني نكمل لك انا، خليني نكمل. يلا كمل لي. فانا اليوم اوكي قلت نكمل، يعني نكمل لك فهمتي. كمل فهمتي وكمل اليوم. ما بضحك. ضحكتني والله يا ضحك. ضربي والله يتضحك. كم العمر؟ والله إذا تموت توأم مختلف أقسم بالله. أنت عارفة التوأم مختلف؟ شافوني لابس مرتب من فوق وبيجامة من تحت. فباش غنسامح لك؟ ما كتجيش معك لما تكوني مكشرة، خصك تفسسني عشان تبني كيوتة. شفتوا الكياتة؟ كمل. دابا انا كنهضر معاك كتشعر غنزل. لا عمر والله تنزل. لا عمر والله ما بتنزل. لا والله لا عمر والله تنزل. انزل حتى انا والله حتى انا انزل. لا 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 والله خلاص. عمر كم وطي باش نطلعك حقاش ميمكنش عمر نطلعك بالقيست. فعمر لازمك ضروري انك كومونتي. يلا عمر كومونتي. ما غادي يمكنش كومونتي. صافي رغده شوف تعال شوي انا بتكلم معاك. تعال ايوه ايش مبوقه. ايوه شوفي اهم حاجه انني شنو نقول لك ان ما تحمسيش وما غنديرش اغنيه. ما تحمسيش اهم حاجه ما تحمسيش. كل كلمه بحكيها بتاكيد بتحمس. شوفي خاص لي معيش انا اثق انك ما راح تعمل شيء. ثقة كثير صعبة. أثق فيك؟ والله أثق فيك. والله؟ يلا أوكي. أنا سي عمر. ممكن تعطوني وقت؟ ممكن تنسوا هذه الكلمات الحب وما أدري إيش وتعطوني أنا. يلا دوي. ها؟ يلا دوي. ممكن تعطوني وقت يعني؟ عادي بعدين أخليكم على راحتكم فهمتوا؟ يعطيك الوقت. شنو تليفونك؟ بونس. يلا حتى انا عندي الاغنيه ترى. يلا بسرعه. ما عرفت ايش تبغيت ندير. ما عرفت اخويا عصبتيني في مين حلف مكفاه اش عمر. عندي حلف مكفاه. الله يديني انا فرحان
قاشت انسيرت اي حاجه عندي بحال غزغوش شاده من ودني شاده من هنا فهمتي. شوف شوف ولا تنقول لك المفاجاه شناهي ها نقول مفاجاه شناهي راه عارفش عندي. قول 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 الحرف الاول. لا ما نقولوش مي هانت. شوف شوف الاولى شوف شوف شنو شنو نشوف شنو نشوف عمر غتقول ديك المفاجاه اذا انت حطيت اغنيه رغده انا راح افش يعني راح احطك قدام الناس قدام ايش المفاجاه اللي انا راح اقولها. شكون هذا اللي قال بغى يحط اغنيه رغده؟ غبي هذا اللي قال بغى يحط اغنيه رغده. شكون شكون بلا درك يحط اغنيه يمكن سمعت ان رضا يبغى يحط اغنيه رغده اذا حطيت لا 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 انا لا. بحط لهم الاشياء اللي قدامي. لا 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 انا مش متاكد والله مو فاهمه رغده. قالت انا مو فاهمه. قلت لها اذا حطيت له انت الاغنيه والناس سمعوها حتى انا بسرب لك المفاجاه اللي انت تبي تقولها اليوم. يعني يا عمر لا يعني لا لا يعني شو يعني لا لا اسمع شوف شوف لا 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 تسمعها لا لا خلينا نحسبها مع بعض عمر استنى شوي عمر استنى شوي اوكي خلينا نحسبها مع بعض اوكي لما يعني نحكي هسه الاغنيه نقدر نحكي الاغنيه دقيقه ونص مثلا تمام مثلا اوكي اوكي خلينا نحكي ايوه كمل رضا صار قاطع 30 ثانيه من الاغنيه انا صرت معطيه 20 ثانية من الأغنية، أوكي؟ بالغلط مش عارف إنه هذيك اليوم فتحها، صار بعطي نص الأغنية خلص، لا أحط الأغنية، لا خلينا نحس فيني كنت ننزلها يوتيوب هيك، أمانة، يلا. طيب أعطيني أنا أعطيني أنا أعطيني أغنية ثانية بحطها. ليش خليني أقول لك شيء، خليني أقول لك شيء، تدرين أن تعالي خليك خليك معي خليك معي تعال. تدرين أن عمر رجاء نزلت له أغنيته كلها مدابية. نصها حطاتها في ستوري نصها 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 يعني هالشيء ما راح تخوفيني يعني راح تحطيها ما هي حطت نصها وانتو حطيتوا لي مش كلها وكمان زدتوا عليها كمان تخيل خلاص هادشي كلشي علشان عشان صار عشان جيش رغده عشان جيش رغده تحمس كثير على الاغنيه فانا بجنبهم متى 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 بتنزلونها متى بليز كون جنبهم بليز كون وراهم او تحتهم ممكن كلمه جنبهم ممكن كلمه شفت الفيديو كليب حتى هو حلو عندي لقطات لو تبيني احطهم بعد اوه ماي جاد السلام عليكم شباب اتهلوا اتهلوا براسكم تهلاوا تهلاوا براسكم يلا خلاص خلاص تعال يا شباب دوت الشدة واحد تعال تعال يلا 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 عمر دابا قول لي يا خويا شنو بغيت تقول لي دابا انا اخويا كنت بغيت نزل انا اليوم كنت بغيت شكت نفخ لا اشياء تتنفخ احكي لي ايش ايده لا تتنفخين عليه محتاجاها اتونسيون قولي لي اسمحي لي لا اصاب شوف 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 نعطيها شويه ثقه باش ترتاح في اللايف يلا خذ يلا ارجع التليفون خذيه بلطف 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 وقولي شكرا رضا من بعدها سرعة 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 شكرا رضا من بعدها يلا المهم انا اليوم اول حاجه موجد لكم واحد الاشياء عندي وموجدت لكم فقره اسئله محرجه كنت مبكي عليك عادي رغده انت موافقه اني اسالكم اسئله محرجه اسال اسال حبي اسال اوكي هذه بس مو الحين مو الحين لا اسمع سؤال بسؤال اي اوكي عادي سؤال بسؤال يعني حسيتك تبي ترجع السؤال اللي سألته ذاك المرة فين رجاء؟ رجاء ما عرفت لتحت اوكي كملي يلا بلاتي باقي شوف اول حاجة عفاك عفاك انا تعطلت ياك باغي نحط فيديو ياك وبرجع معك لايف ممكن؟ لا ما تحطش فيديو علاش؟ حك بغيت انا بغيت نقول لك ما تحطش فيديو راسك هي ما تحطش فيديو والله حرق لي ما تحطش فيديو راسك غنحطو مع تسعود مع تسعود غنحط الفيديو صافي غنحطو غدا غنحطو غدا لا ما يمكنش اليوم قلت لهم غنحط الفيديو هات نعطيك جوج اسئله عوض من سؤال محرج وما تحطش الفيديو اليوم حطو غدا علاش؟ انا اخويا انا عقلي قال لي اريد اقول لعمر غدا يحط الفيديو انا نمشي نحط الفيديو ونجي يلا سير ماشي مشكلة هاتي شوف اسمع اسمع
تعالي تعالي، بينما جاء عمر تعالي نحكي عن شيء صار في صار. انا خايفه صار، صرت اخاف افتح لايفات معك. ايش صار صار؟ تعالي 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 صار. اسالك الحين اسئله تجاوبين عليها بس بصراحه الناس راح يكونوا اسئلين، انا راح ادير اسئلتكم. تبغيها رغدة؟ ها؟ ها؟ تبغيني؟ ها؟ يا مشي بك تبغيني يا وتن. لا شوف رغدة ليش عم لا رغدة لا تقرأين بصوت عالي، هذا أول 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 تحمس قلت لك بليز خليني أنا أضغط أوكي، ولا تقولين ولا شيء، لا تقولي ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. الإضاءة السلام عليكم. شفت كيف الحياة بتنور عليه لما انت تروح؟ لا هذا مو الضوء، هذا الدمار. لا روح روح سنة. طيب جاوبي جاوبي سنة ما نروح. هاد سؤال ما قدرت تجاوبه علي. روح روح سنة روح. لا سنة. ارجع. روح. خلاص رحت. ليه بطل ينور علي؟ عشان القمر لما يجي مرة ما يجي مرتين. اوه ماي جاد. اوه ما استنى مو الحين مو بلاش نستنى نجاوب سؤال شو يعني؟ رايز شو يعني ضغطتي على السؤال والله بالغلط لا شوفي هيدي سمك هيدي سمك والله بقى وين راح تسافر بعد الحجر هذه باينه راح اخليها هي تجاوب المغرب العربي لا لا العربي المغرب العربي المغرب العربي لا العربي المغرب العربي عادي اللي جاب سمحوا لنا على الصوت ديالنا المهم اسئله ثاني شوف بغيتكم تحمسوا في الاسئله تحمسوا على راحتكم شوف اي سؤال نقدر نحطه اقسم بالله هذه اوه هذه حلوه هذه قدام فهمتي هذه لا لما تسمع الصوت مزيان هذه هكا فهمتي ايش الصفه اللي تحبها في رغده شفتي لا مو هذه الصفه هذه الصفه رغده لا تسوي ولا مره الكياته السؤال الجاي ولا رغده ولا رغده ما تخرج ديري برد فين هو تليفونك نزل الدم عشان قلت الكياته يعني والله اي ما صح لا بي. والله سويها ولا سويها والله والله وين والله والله استنى كذابة والله خليني اوريك لا 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 والله 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 شنو ابلت يا ابلت والله استنى بالله بالله شنو كرام كرام لا جبلاتي ولا بديري والو استنى والله يجي وحل صداع برا ابلت 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 قبل يلا سير يلا طلعي أوبلا طيب أوكي تم أنقاذ الموقف كل الوقت مو كثير الله يسوي حل سبعة طيب ما تكبرش أم الراس بعد اكتمال تعب هذا الأصبع كم مهم في هذه الحياة؟ ستوري ستوري هذا هذا هو اللي بكبس هو اللي بكبس على ستوري ما كنت بكبس أهم من عيني الله هشام مغرب العربي العرب العربي اسمعنا وطربي المغرب العربي معلم هشام لا يا جماعة هشام التهديدات عم تجيني من كل هشام غني ورايا
جيش رغدة. لا 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 والله جات ندفع قصة أتنم اليوم فيه اللي أنا بدأ نزله جماعة. اليوم راح أنزل أغنيتي تمام، روح اسمع. ولا حتى ما بدي فيديو كليب، شاشة سوداء راح أكتب هاشتاج جيش رغدة، مش كمان لا يوتيوب ولا ستوري، ستوري بس راح أنزل ستوري. كنت ضحكي بلاتي نصنع أمك وشي سؤال سنة بلاتي شي سؤال دراي هاتشي ديال ويشي سؤال يكون طنطن. يلا هذا السؤال عادي، يلا أكثر موقف محرج صار بينا اثنين. يلا اليوم والله لا تقولي والله شوفي القانون الأول، قولي في أذني بعدين قولي هنا، قولي الأذن. لا اليوم جماعة كنا أنا ورضا ساعة ستة، عندنا الحجر على الساعة سبعة، كانت ستة وربع ستة وإشي، مستعجلين بدنا نطلع. أو ماي جاد شوفوا شو صار، طلبنا السيارة. المهم صف السيارة قدام الأوتيل وعم بتغمش، ورضا رن تليفون أنا وياه واقفين. ألو السيارة البيضة بحكي له، فأنا مشيت قطعت الشارع لما حكى السيارة البيضاء، يجي دفوت على السيارة. صور راجل كبير في السيارة مشى تحل عليه الباب، وأنا كنقول فيها كنت ردي علاش مشى هذا الراجل كبير والزلمة مشي هو بيمشي وأنا أنا بدي ألحق، يعني مش معي أوكي وقفت وطلع رضا وين السيارة؟ قلت مش هاي استنى شوي مش هاي المشكلة. لا المهم رضا على التليفون ومشغولة حالي وأنا مش سامع مقطوع الشارع على الشارع الثاني، ورضا غامرت بحالي ورضا بعمل لي هيك قولي شو سويت، وأنا بحكي رضا تعال وبيجي تعال شو راح أعمل؟ راح وقف بنص الشارع وعمل هيك وقف كل السيارات، وأنا وين راحت؟ أنا بفكره جاي عندي بطلع على السيارات من وراء إنه بيزمروا بطلع وين، ورضا بحكي لي ها تعالي وقفت كل السيارات عشانك، وقف وي شو مسويها؟ وقف نص الشارع وانا بستنى فيه وهو بستنى فيه، مسوي كذا مسطله والله كانه موهوم يعني مسويها لا 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 وانا مسوي الروينه وشنطتي كامل موقفه، تصور شنطتي كامل موقفه يا لا 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 والله موقف كل الشارع انا بطلع هيك او ماي جاد نو لا هشام سرب الاغنيه كامله في التعليقات نو هشام لا هشام لا 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 هشام لا هشام لا كنضحكوا هشام اصاحبي لا هشام لا كنضحكوا لا هشام اصاحبي لا هشام نو هشام لا ما سرباش كنا كنضحكوا اصاحبي شي اصاحبي الله يلي سرب لها كل شيء بالرب هشام كان ضحك واسع كمل كامل الله يلي كل شيء ها شوف وانت ضروري علاش تقول هاتا كل شيء ركز مع الأغنية قول لي لا هشام لا عيني جاي لا هشام مكتش دير هشام اقصد بالله واش هذه رغدة؟ انت كيف انت مستحملها؟ لا دي اول مرة هذه رغدة فيرسيون جعفر هذه اول مرة كنشوفها ممكن قول لها قول لها متقاش تكشري على بالك يا دخيلي وانت كمان انا ما سويت شيء ما قلت شيء انا بعد ما قلت شيء شو من يهددني؟ رضا انا نصيفط لك واحد ميساج وقراه شوف عمر
انت قلت لك عمر طيب يشوف من الرو قراش نكسبت لي بعذر بي لا اوكي الله دابا اللي دابا انا اجيت شنو المفاجاه اللي موجوده انا اجيت انا انا اجيت ريت اجي بجوجكم عمر جاي بجوجكم لانه الاغنيه غنيت عليكم بجوج فسيروا البوست وشوفوا اللي حطيت والله ما بعرف لينا دا كذاب نيو بوست علينا كذاب ليش 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 غير تصدمنا يا عمر شو نزل نزل اغنيه علينا اغنيه يا نا عمر بالراجل ما تصدمنيش اغنيه اسمعوا بجوج هذا شنو ريدا يقول لك انت يلا نشوف مش تكسب كثير راك يوم خلص صبح شو بتسوي شو بتسوي يا تحكي عن اللي صاير فيه وشو غير احوالي تحكي اللي مخبى بعيني كيف طلعت من الحني حتى القلب الكاين طيب كيف ضايع من حالي رجع فينا الماضي شوي على بالي كل شيء على الفيديو كليب الله شوف قدامك عمر بكفيش الأغاني يا عمر ما تنجح اقسموا بالله إلا جا صوتك واعر بزاف اقسموا بالله على العظيم اوه أم والله شوف أقسم بالله العظيم لو لايك كومنت والله توا سوي لي كومنت أقسم بالله العظيم الأغنية واع يا رب الله يحفظك ليا أنت عارفني قلت لك شحال غنيها بقيت غنيتها لك إهداء منك للرغدة ولكن ما كتبتيش لك في الستاتيو أنك إهداء ما بغيتش ما بغيتش باش بنادم ما يعيقش والله ما يعيقش أبيناتنا أبيناتنا اه شوفي رغدة ابيك تنامين عليها وتصحين عليها عيونها عمر دابا فقرة الأسئلة المحرجة وبعدين المفاجأة الكبرى راح انزل اروح اطلع المفاجأة اجيب الأسئلة وانا جاي عندكم عمر حاول تسرع انسرع انسرع سريعة كيفاش الاغنيه بصراحه مو واحد صراحه ثاني ما لا والله يتح... آه. 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 لا والله والله توحشنا نطلع والله اقسم بالله جات ندير توحشت اطلع لايف اشوفك يا احلى رضا فهمي لا رضا فهمي ناس رضا فهمي رضا فهمي عشان ما قلت لك ما راح اسوي كذا فهمتي؟ اه عمر اش بغيتي عندنا بهذه الاغنيه عمر دابا غيبداو يشدوا الصور وغيبداو يلاقيو الفيديوهات وغيبداو يلاقيو الاعين وغيبداو يلاقيو الشوفات وغيبداو يلاقيو عمر قلت لك يا عمر هادشي ما تبقاوش ديروا لي في اللايف هاي بنات يلا جابت ورقة
جيبي ورقة جيبي جيبي ورقة جيبي ورقة جيبي ورقة بسرعة 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 جيبتي ورقة أنا أجيبه كتاب سؤال لك وسؤال عليك ولكن تجاوبوني بصراحة أوكي قلم قلم بصراحة أقول بصراحة أول سؤال أجي لعبوا ألامي ست باش نشوفوا شكون أول واحد سير أنا ذي مقربة سير ثلاثة على فيشات ولا على ميسات؟ على فيشات. اوكي. حجرة ورقة مقص عشان يفهمها الكل. حجرة ورقة واش هي؟ واحد واحد واحد. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. شنو هذاك؟ لا بدلتي في الوقت يدير هكا. لا. لا. اوكي عاود. عاود. حجرة. انا حجرة. حجرة ورقة. حجرة ولا وترجع معانا اصاحبي. اه كتلاقي كتلاقي كاين مشكل. يلا واحد. جوج. حجر عمر مقص عمر كتلاقي كتلاقي يا عمر كاين مشكل في اللايف عاودوها نعاودوها راه برزتيني نعاود صافي صافي ربحتي صافي صافي ربحتي 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 والله ما كاين مشكل في اللايف كتبي كتبي انت مال كتبي كتبي عمر كومنت اكتبها يا عمر لو كنت فهمني اخويا عمر كتبتي هاي فدير عمر اكسبتي فين خصني ندير لي هكا ها جاتني فكره وكل ما ها وكل ما تزود ندير هكا ونديرها والله حتى انا دات والله بلا ما تستناني نكتب لك هاي فهمتي واش فهمتي داك ولا ما فهمتيش داك سير اوناتون سربي يا عمر يلا باقي 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 كلشي كنتي كتكذب عليا والله حتى كنت كنكذب عليك حمار كلشي هوتي هوتي والله بحقك كتصاحبك يتلاقى انت قاعده تكتبي اسئله ولا انشاء ما تشوفها ما تشوفها ما تشوفها هي لعب لعمه يلعب حجر وترجع معنا صاحبي لا لا دابا ساري دابا حجر ورقه مقص ولا وين صاحبي وين صاحبي عمر كاين مشكل في الكونيكسيون عمر والله يتغلب بغا نعاودش نطلع يا لا صاحبي صاحبي سير حجر ورقه مقص حجر ورقه مقص شنو هذا حجر ورقه مقص دونك انا اللي غنسول يلا سير سول امتى اخر انا اللي راح اسال هو لا انا اللي راح اسال يلا لا تسوي الرغدة ولا انا اخر مرة قلتي الرضا قلتي الرغدة قلتي الرغدة اليوم طلعتي زوينة قبيلة باش يعني بزاف ديال الوقت واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق اوكي صدمتيني كمل انت الاغنيه فاش سمعتي الاغنيه ديالك اه اوكي اوكي دابا الجواب ديالنا حنا دابا انت فاهم هذه اش قاعده تسوي هذه والله قاعده تكتب انشاء رغده قلنا رغده قلنا راح تكتبين اسئله محرجه مو تكتبين جيش رغده طيب عم بكتب عم بفكر لا حول ولا قوة عولت عليك راح اعطيك اقوى سؤال ظنيتي كده يعني يلا يلا كتافي راح تسوي اقوى سؤال محرج الاخر درسني دوري اسمع اسمع واحد سؤال محرج اسمع شو راح نسال احنا دابا اثنين على واحد يعني لازم نعطيو شي سؤال لا يا عمر عمر نعم لا 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 لو رضا يا عمر حكى لك انه عندي محلش فيه الشعر اسمع 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 بتفكروني برسم على الفاضي هذا بتوهكم تنكوا تشوفوني ان انا مش جاهزة بتوهكم كملي لو ايش رضا حكى لك انه 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 هو هو رح يضل بالأردن لفترة طويلة رح يضل بالأردن لفترة طويلة خليها لا لا سكوت خليها تعود السؤال مرة أخرى وأنت ما تعودش مرة قول كم غير ندير بهذا الشيء فهمتي داك الشيء ديال الشعر وما هذا إلا كذاك كذاك فهمتي
والكون والكوكب الابيض ابيض لو رضا يجي حكى لك انه هو راح يضل بالاردن لفتره طويله، قلت له طب انا ارجع اشوفك، قال لك عمار عمار كان نبغيك ولكن انا الاردن في نبغيها كمان فيها يا في واحد نبغوه. شو راح تكون رده فعله؟ هو اوريدي قالها متى؟ اخيرا قالها. عمار ايش اللي قلت لك في واتساب؟ مشي هنا. اوكي اسمح لي بس، ولكن فقط صراحه هو قال لي انه راح يضل بالارض. ما بيهمني قال لك، اسمع اسمع هذه المده هذه المده بس راح تفتح المطارات على طول. شو اتفقنا؟ قولي شو اتفقنا؟ انت وياها بتجون المغرب خلاص، يعني استفارة لسه ما كلمتنا عشان انا اشوف رغدة مثل اخوها. صح، وانا اشوف رجاء مثل اختها. لا مثل عمتها. فايش ايش عيد عيد السؤال مره ثانيه، ايش تبين توصلين؟ لو قال لك انه راح يضل بالاردن وخلاص وهيك، حتى لو انت حكيت له رضا عادي، المهم انه مع شخص شخص مستانس وياه بس. الحمد لله الحمد لله عمر هشام. شنو كنت انت بس سمعتك هشام؟ لا انا قلت لها زعما المهم تكون مع شي واحد مبسوط معاه. هي قالت لك هشام، زعما انت مبسوط مع هشام؟ مروشه مروشه. الحين دوري يا رغدة، مش نكون معك واضح. سؤال مو القوه اللي انا عارف عمر راح، خليني ارسم كمان شوي راح يطلع سؤال. لا برد ما طرحنا المره الجايه انا اللي غنسال. ماشي الحين رغدة، امتى اخر مره؟ بلاتي بلاتي بلاتي، وحنا كنهضروا معكم دابا، وحنا بلاتي وحنا كنهضروا معكم دابا، سيروا كاملين عند رجاء قول لها رايده بغاك تطلعي معها لايف. كلكم سيروا عند تقول لها رايده بغيت تطلع معها لايف. هاي سي بارطاجيو، غير بارطاجيو اللايف مع رجاء. بارطاجيو اللايف عند رجاء كلكم، كلشي 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 بارطاجي. هاي هاي كلشي رجاء رجاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عسل عسل بكل حالاته، والله انك سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محلي. رجاء عندي سؤال للرغدة دابا. الريدة الرغدة سيد حيت باقي، حيت هنايا في الدور الظهر ديال الورقة، من بعد غادي نصدمكم. لا لا رجاء لا. Anyway, سؤال رغبة. واش نسيتي هاد القنت في الخريطة؟ شو؟ أنت رحتي لهالمكان اللي في الخريطة؟ عمرك زرت هالمدينة؟ آخر لايف راح أوريك المدينة. بعدين توريك المدينة. شو المدينة؟ فهمت أنه ما راسني شيء والناس كنت تسمع، يعني أنت ما أنجيلي ما فهمتي. إيه ضحك. دابا الريضة رغدة. دابا الرغدة. ها اعطيني كم في المئة راح يوحشك رضا لما يرجع المغرب؟ ولا واحد ولا مية ولا بروش الله. كم ما راح يوحشني؟ ما راح يروح، ما بروحها. مين اللي قال لك؟ اذا رحت انا هيك مكربش فيك يا جماعه. لا لا كم 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 بالمية كم؟ والله لو اضطر يروح يعني 105 100 سالب سالب سالب. انتي لا انت اسالني انا. ها انتي ارجعي ورا ارسمي. انا اسال انا اخذ راحتي في الاسئله. اوكي عمر، لو قالوا لك هذه المده كامله
اللي الحجر الصحي قال لك دوزها يعني كيما دوزها في المغرب ولا تدوزها مثلا في تركيا كيما كنا عايشين ولا في دبي ولكن راسك ما معكش هنا انا بجاوب راسك هذا الحجر الصحي مندوزو راسك يعني غتكون راسك مثلا في دبي ولا في الكويت ولا اي حاجه راسه راح يتعرف على راسات هناك خافش على راسه ميري ما قنعتك صح قنعتيني ما عرفتش مين لا ندوز هنا في المغرب شفتي رجاء شفتي رجاء ما تخليش عليك رجاء خو رجاء الحين انا اسال يا اخي تقولي السؤال شنو اسال دابا انا غنسول رجاء رجاء رغده لازم تتحمل رجاء خلاص رجاء اختي انت عمر بيتزا السؤال موجه لرضا رضا اكتبي سؤال يكون محرج هذا سؤالك امتى اخر مره قلتي الرغده كنت لا هي قلتي الرغده في رغده بالموضوع امتى اخر مره كنت نايم واخذت اخذت التليفون وضليت تطالع في صوره رغده ايام سديم شنو قال ايام سديم بس يلا تعرف لك ذاك الاسبوع الاول اللي تعرف على المشتركين كدوز مشترك الاول لا 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 كنت ايوه ده هو ده هو ده البس برند الحقيقي اي شفتي عشان كده انا كنت قاعد اسال هالاسئله اسمع انا كنت تختار بس اشوف اختاري جودي فهمت جودي ديك العبد الجودي هذا راح يكون صديقي يعني اختاري نزل ما كان كيشوف اصدقاء رجاء لا تفكري بشيء فقط جودي انا فقط حبايبي كلكم الجميعين بدر حبيبي بدر شعيب المهم كمل اسمع شنو قلت لك اسمع يعني فاش كنت كندوز فرند فهمتي ديك العاديه جودي دازت رغده بالخطا وانا نقول هذه يعني ممكن تصير فرند ديالي فهمتي ولكن نخليها سؤال ثاني اسالني يا رضا سكتي طالعي الخريطه شوفي الخريطه وسكتي يا راجل فرند المهم اسالني رجاء شكرا طاف ما تخافش بغيت نشوف الرسم اللي رسمتي عاد والله ترسم الحين رغدة راح تسأل رجاء راح تسأل رجاء اختي انا راه طلعت للصح باغا تطلعي عليا بسؤال انا ما لعباش اصلا انا مش لعبه معاكم شوف شنو رسمات ريدة حدا رغدة شوف وريدة شاد ايد رغدة وشوف شوف شنو رسمات رجلين ريدة انا رجلين فروشة فروشة نسأل رجاء الحين اسألي رجاء إذا ما عجبني السؤال عشان أنا مو اللايف حقي إذا ما عجبني ما أجاوب ما بتكوني راجل إذا ما بتجاوب يا رجاء ليلي عشو صعيدية قلب فيها صعيدية شنبك رجاء إمتى آخر مرة قلبك دق ثلاث دقات تن 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 بلاش عم بفوت في مود انا مش هو السؤال بلاش 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 تدخلي في المود اكثر خليك هون خليني احكي مع رجاء لو سمحت شباب شوف بعد انا احكي معاه في الواتساب مو هنا ايوه الرجاء يعني خليك انت اخر رغدة قلبك دق ثلاث دقات تنقل مني انا شي حكيته رجاء شكلها عم تسبني الو رجاء واتساب راح تسبيها شو رغدة هات جواب بدنا اياه في اللايف رجاء شو اكلتي قبل ساعتين طن ايزابيل تعرفي طن ايزابيل مع الفرماج
لو ما عندهم طن آخر مثل طن يعني طن السمك كثير ذكي. أيوة أنا احترمي أخي اللي قاعد جنبي احترمي. أسأل رغدة ماشي. أسأل اعطيها في قشوشة امتى؟ اعطيها في آخر مرة. هلا لعبة جديدة انت آخر مرة. خليني كمان نسألهم امتى آخر مرة. رشات الكلمة الحمد لله. امتى آخر مرة؟ آخر مرة بس تحمس. تذكر أول مرة شفتك انت شفت آخر مرة. امتى آخر مرة شارجرتي وبكيتي لما كنتي مع رضا؟ طن 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 طن. امتى طرارارا؟ قبل ساعة. والله تعرف الناس بفكروا انه ما بيصير يعني هاي المشاكل ايش فهيك مستغرب انه بدي ضروري نجاوب. لا يا عمار خلي الناس تفكر انه احنا اخر مرة بكيتي لما كنت متشاجرة مع عارضة. شوف شوف انا ما ببكيت. شوف شوف انا في كل ساعة اتخانق معها ما عجبني شيء سويته واقول لها رغدة ليش سويت كذا فيصير كذاب حبيبي. ايه بيتزا حبيبي. شو مفكر انا واحد ببكيني؟ لا رغدة تبكي. واحد ببكيني؟ لا رغدة تبكي. ايدك والله قصة من هون. سنو امتى عن جد امتى؟ قصة ايه تتحمس رايدة انت ترجع للبرنوصي؟ تصوري في برنوصي غبنا هندر معه انا اسحب كل شيء ورغدة اقول تعال تعال هون الحين رغدة جاوبي. بس امتى ما سألتني شو الموقف؟ تم تلرم اي امتى تم تم اقدر اسألك السؤال الجاي تم تم. طب خلاص والله امبارح. لا لا مو امبارح ما لا ممزح. لا ما والله قلت لك حتى يوم. شوف صراحة ما اتذكر. ما بتبكيني ليش كذبين؟ ما بتبكيني. ما بتبكيني بس صراحة احنا لا لا ما ببكيني عشان انا ما ببكي بس بعصبني وبدك فيه. لا 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 والله تبكي. يا عرة البنات كذابة والله تبكي بدها تسوي فيها نفسها يعني يا عرة البنات. ايه ليش كذابين؟ والله بكيت. يلا طيب امتى؟ ايه في يوم اللي ها اها خلاص لا 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 تخلي اكلم عمر سؤال جاي يقول الموضوع قبل اسبوع يلا خلاص اوكي. يلا عمر انا غنسولك رغدة ممكن لو شفت الصوره اللي قاعده اشوفها الحين ممكن تبكي في البلاصه. في البلاصة ايش الصورة اشوف؟ لا حتى الاخير اسئلة محرجة ما شفناش ترى الفيلم. هذا شفت كذاب. لا اصلا هادي من ورا بس شفت. اوه ماي جاد شفت شو تقول اوه ماي جاد فضيحة له؟ بعدين تشوفوها بعدين يلا كمل لي بغيت صيفطيها ومعت اسأل يا رب سوني ما بغيش نسولك انا بغيت نسول رجاء. سول رجاء. رجاء شوي وجهك هنا. شوي هنا رجاء باش نشوف وجهك. قاعد يقول لي ميساج. حيد التليفون. ها والله حيد لي التليفون. اوه شو قاعدين تترسلوا لنا هنا؟ عندي الابل ووتش. وانا لا ما عندك. بعدين بقرأهم بعدين رضا رضا اشتري لها الابل ووتش. والله شفتيني انا خروف. هاي صداقه. لا مو صداقه عايزه انا بس اشتري. انت تشتري لي اشتري لك بوزه. والله مره شفت مغربي يشتري يشتري لي بشتري لك بوزه مره اشتري لي قلب على النوتيفيكيشن. انا غادي نحيد لك بلوتوث معلم عمر. مود اغنيه. الو عندنا حفله الليله.
رضا اسمع اصور رجاء حي 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 رجاء امتى اخر مره سميت زوينيات امتى اخر مره اللي كتجي معاه امتى اخر مره تفكرتي انك عمرك تغني مع عمر باقي متزوجاش لا شنو عمرك تغني مع عمر ما تغني انت اخر مره فكرت انه ايش ما عمرها جاتني الفكره واخا امتى اخر مره السؤال ما ادريش امتى اخر متى اخر مره فكرت ان رجاء راح تنفرق مع عمر ما راح يصيروا يغنوا مع بعض لا بطل احبكم ما للزين مكشف باين انا مروشة مروشة دخلت لي تحت الكرسي وخذت التليفون هيك تعدينك ايوا الشاب سيد بع عمر سو انت الاسئله مش محمسه انا الحين بحمس الاسئله رخدة يا عز الحكام يا عز الحكام وجيبتي السؤال لرضا كمل اخوي يلا لا تتحمس هذا الشوط الرابع هذه سلام لاخر مره لا لا ما في انت اخر مره الحين لو خيروك لو خيروك اها بين انك انك يعني لو رجع الزمن ورا الزمن ورا لو خيروك انك تكون يعني معاشر مصاحب معاشر مع رغدة يلا رغدة ولا رغد ولا شوف لو قلت لي انا رغد اعرفها بس انا رغدة يعني كانك تقول لي شوف رغدة صديقتنا وعشنا معها كثير بس رغدة يعني شيء ثاني والحمار راك تشوف بوك في التليفون كتصيب لي ميساج في التليفون ها هو المساج عندي هاي فيك ترسل ميساج والتليفون هذا هو هذا اللي كتشوف لا ما كتصيفط هاي فيك تصيفط واش كتحبني غبي هاي فيك يصيفط واسكت كمل معلم عمر ما قدامك موت تسلخ هاو تاخذ التليفون معلم عمر سير عمر ايوه عمر لا رجاء سير عمر سير عمر سير عمر يلا رجاء عمر 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 مع مين مع مين من رضا حقاني تكلمي من رضا حقاني رضا حقاني قالوا مريم الو مريم تكلم رضا الو مريم الو مريم يلا اسمع مريم بلاتي مالك في الترفيل في ال شنو في الصباغه يلا صباغه شوف في هذا العكر شوف فجرتو عليه دونك انا الله يفي العكر دابا كلشي غيسعوك بعكر حيد فيلتر اخويا حيد فيلتر فضحتني لا رجع لا رجع لا رجع لا الحين انت تحب رغدة ولا تحب رغد شو ايد فين دايره بغات تاخذ تليفون الايد اسالني تحب رغدة ولا تحب رغد رغدة رغد صديقتي بس رغدة اوكي لانه زمان كنت تقول لي انت بتحك حكي عمر كتقرا ما كتقراش يا عمر دابا انت قلتي لي شنو دير اوكي فهمتي عندما جيت تسكتي ما تفهمش هادشي دابا انا واخا نهضر مغربي ما تفهمش دابا هي باغا تاخذ التليفون مغربي وانا نهضر معاك مغربي راه غتاخذ التليفون ما غتاخذوش انا دابا حابس ولا دابا عمر هضر معايا مغربي باش ما تفهمش دابا هي باغا تاخذ التليفون ما هي ما كتشوفش كاع فاهم يا حبيبي والله ما تسمع والله ما تسمع غير اخذ تليفونك كاع وكاعين كمان معلم هادشي اللي حكيت دابا عندك خذ التليفون خذ التليفون تقرا كونفرساسيون اللي بيني انا وبينك السلام عليكم راح تكون كتشاهد اللايف السلام خالتكم جان خالتي انتي اجمعين على امي والله هاي قولي لامك شو تبين تقولي لها الحين ماما من عليه ماما ردي عليها انتي والله بطني والله هاي شوف كانت تكلمي معك الليل في اللايف
شو بدك منه؟ توصي معك والله دو جعان. بعد حجر الصحي ما في معك. رجاء بعد وش دابا دابا ضروري سيروا تلقوا. عطيها التليفون بس دقيقة. دقيقة. تبرح رحمة أمي ما غد تأخذها. أرى لي أرى لي. رمك بقى حيا. هذا عمر سدو عندك يا عمر خذوا. هذا وعد عمر. عدي. عند عمر. تبرح ربي ما غد تأخذه شوف. تبرح ربي ما غد تأخذه تحلف أمي. تبرح ربي شايف وش حسب الديرة. لا لا لا. راح أسأل رغدة الحين. يلا رغدة. ميدا جاوب. خلاص أنا كنت أغلى شيء عندي هو أمي. والله العظيم ما راح تأخذينه. راح أسأل رغدة. رغدة؟ ماما هين جاي هذا ما في تليفون رغدة سؤالك ما عرفش واش نتحمس ولا لا لا هيك عمر مشي لك تحمس كنت تقول لي ما كتشوفه وين كنت غنت حمص مصطفى ما بتشوف اللايف عم فكرة نايمين مسابع نومي صح؟ يعني أقول السؤال عادي أقول السؤال يعني أقول السؤال شو لك تسأل؟ لا لا عمر ما تتحمس صح؟ صافي مين ده؟ يا صافي سكوت اسمعي مين أحلى؟ رضا ولا يور إكس؟ أنتي سمعتني ولا لا؟ سمعتني؟ قلت انتي انا مالي قصدي انك انتي احلى اوكي دابا جاوبي لازم تجاوبيني لا تتهربي من الاحلى؟ شوف رضا ولا يور اكس؟ ما عندي اكس رضا ومع السلامة فكرتوني انكم وقعتوني حبيبي انا الحب رغدة الحمد لله سكتتي الحمد لله سؤال لرضا عمر تحمستي راح اتحمس تحمست صراحة مين اجمل رغدة وضربت بيدي تحمستي وبرأ سؤال سؤال مين ولا رغدة وبرب رغدة لا تملك بلاك بلاك مين أجمل رغدة ولا دبي رغدة إيش لدبي رغدة ورغدة 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 إيش لدبي دبي هي منطقة رضا لا رضا اسمعني ورا الباب ورا الباب دبي اسمع دبي جت في الإمارات تعرف الإمارات بعرف انت كمان جوا دبي شوف في في النخلة هذيك النخلة سكرت عليك الباب اللي سكرت عليك الباب رغدة ولا هادي لا يا عمر طيب تعال رغدة ايوه شو اللي سكرت انا امس سكرت هادي واحدة كانت مو عليك عليه هو عليه هو لما تعاملت مع بزنس واحد يعايب فهمت شو لما انتهيت قلت السلام عليكم مع السلامة وسكرت الباب ورحت انا رجعت عند عمر وهذا هو بس هذا اللي صار هالشيء اللي صار يعني مو شيء قوي فهمت رغدة اليوم واتساب دخلت 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 عندها الاوفيس دخلت عندها الاوفيس وتكلمنا فهمتي تكلمنا وشغل شغل 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 والله شغل عمر شغل ولا ما شغل الاكس احلى هيك والصراحه لا لا دقيقه بقول لك لا لا انت احلى انت احلى شكرا بس على صوت رضا رضا وبعدين كيف الميتنج راح شو قلتي الحين انت احلى في شيء اكس وفي اكس اصلا شو بعدين صار فاللي صار انه قفلت عليه الباب وقالت لي والله ما تطلع من البيت حتى ترجع باعتذار الرسمي وهناك مجوده اغنيه جيش رغدة لا 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 إيه انت لو قلت جيش رغدة انا بقول الجيش اللي عندي الحين هنا لا لا بليز يلا تعال نشوف رضا رضا لا تحط الأغنية. عمر. لا تحط الأغنية. لا تهدد. عمر أنا تعرفني أنا أكثر حاجة كان ما كان بغيهاش هي شنية. قول شنية قول شنية. شنية. هي التهديد. ما كيعجبنيش التهديد.
طب يا رضا انا مسكين شو ذنبي؟ عمر ما تهددنيش والله مسكينة شو ذنبها هي؟ السؤال موجه لرغدة الحين. يلا راح اتركك بدي بس اشوف امتى اخر مرة. شو قصتك مع اخر مرة؟ حلو بس استنى دقيقة بس شوف ربي انت حلمت بامي. طب شوف انت شوفها وربي ما اشوفها انت شوفها بسرعة ادري شي الرط شي خوي في عامرة اختيتي بدي اشوف استني شوف اذا في اكس هناك خلاص اوكي يلا طب شفتها صار انا شفتها شوف الصورة يلا عمر امتى اخر مرة يا رغدة شفتي فريدة وقلت لي انت اجمل واحد في الدنيا؟ اجمل واحد ايش؟ اجمل واحد في هالدنيا ولا مرة ولا مرة قاش فهمتي دومك تقوله يعني يعني شيء عادي يعني بس حصوبي يعني انت اجمل واحد شفته في حياتي بنام انت اجمل سؤال موجه الرضا امتى اخر عمر شو قصتك مع اخر مره؟ دقيقه راح ادخل جوجل شو رايكم يا سلام نسوي فيديو في يوتيوب متى اخر مره عنوانه تحدي اخر مره اسئله محرجه على جوجل عمر سالت سؤالين متابعين نعم لا اسمع سؤالي كالاتي ركز معي مزيان شو حبوبه من كثرة الكذوب ناضليه شو انا راه مش شحال حبوبه انا راه مش كذوب انا راه مش حبوب يلا شوف بغيت نقول لك جبدك الشيء اللي عملت تما صافي جبد 150 الف نجبد 150 الف 150 ألف مشاهد نجبدها 150 ألف مشاهد نجبدها قول الله والله إيش What's happening قول الله قول الله عمر شعل فيل سير يا عمر ما ديرش فيلتر هود عمر لا عمر هاد المرة دير الفيلتر أنا أطلع الله يرحمك ولي فلتر ايش وطار 150 الف مشاهده عاد نجبد لك 150 ولا نوريك شنو كاين هنا والله سنوريك شنو كاين هنا استنى فرجيك كيف راح يجوا ال 150 يلا 150 الف هاي مجين استنى عليك 150 الف واحد نوريكم شكون 150 صح 150 واحد هايو جايين يلا دابا مرحبا يا جماعه سربي انا متحمسه عمر قلتي 150 الف واحد عمر طلع لايف رغدة علاش باش عرفت مرحبا يا جماعه اسمع لعب بنكسر عين عمر بالله عليك شوف الحين فوتوا على لايف رضا تمام لازم اللايف يوصل 150 عشان شو عشان زومي عشان الامه عشان عمر محضر لكم مش مستهدف الامه عشان عمر محضر لكم ضروري شو محضر لكم مفاجاه فلازم تدخلون نوريهم والله ما نوريهم لما شفت هذيك 150 تما مش راضي يوم عبين ما نوصل 150 يلا طيروا بسرعه نهايه اللايف علاش حيت يلا عمر الحين عمر فينك؟ عمر تخلعتي؟ عمر جاي 150 تسنى عمر تسنى عمر تسنى عمر صافي عمر بغيت تحداني عمر تحداني يلا 150؟ يجي 150؟ بغيت 150 الف واحد بغيت 150 عمر؟ دابا 134 عمر 150 138 145 جيش رغدة يسدد هاي شدة يلا 140 شدة يسدد لا بيتزا 143 145 ها 145 قاعدة ها
5000 يا أستار معين. واحد جون لا استنى ثلاثة ربع جاهز. أوه. أوه. باقي باقي ايه 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 3 2 1 كنت وصلنا معطلة سميتك قول قول 150 اضحكوا 151 يلا اضحكوا اضحكوا نضحكي لا ما تقول لك كذبنا يلا يلا 155 اسمع 200 واوريكم الصورة اسمع باجي 155 ماشي مشكله تحسب على 300 واوريكم الصوره بلا تحمس علينا ورينا الصوره ولا غنسيطا دابا نحطهم ستوري ونقول لهم شنو المهم التصويره شكون هذا او ماي انت قبل 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 تجيب ورينا 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 والله يتوريني والله يتوريني او ماي جاد والله عمر والله انت عمر عاود عاود وريني عاود وريني والله ما شفت مزيان لا مش ما يدروش لك كابتشو مزيالة والله يدير انت كنت ننصح زمان مو زمان ايش اللي زمان ترى هذا قبل شهرين قبل شهر لما كان يسوي قبل شهر بس كتير ايه ترى كان يلبس هذا ليش كان يلبس مسكين اكس لارج مش كتير كتير بس كلمتك عنها قبل هذه الخريطة اللي قالت لك عليها رجاء عاود عاود وريني الخريطه مش بجاش مزيان سربي سربي ما بغيتش شفتهاش مزيان العراب ديك مش بجاش مزيان لا لا والله مش والله مش عاود 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 سربي سربي لا لا وريني الخريطه قرب قرب كيفاش هي ما دايرش نضاضر والله لا وريتك والله والله ما داير نضاضر والله بنوريك سير بحالك اه برافو عمر والحين الهديه بلاتي 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 قبل ما توري الهديه 160000 انا غنقدر تجيك 160000 لا عمر عمر صاحبي هادي شوف عمر غيطلع غيطلع مع 160 هادي شوف 3 2 1 160 اذا وصلنا 160 اليوم معنا بدنا نحط رضا بالبانيو نزيد عليه بيض بيتزا وحليب وكذا سوي لاتيك مالك مالك وينو 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 شوف لعب صورة فين لعبت صورة انا كنت قلبي عليها فين لعبت صورة صرخة بالبيع هذي مالة لعبتي لها تصويرة لعبت لها تصويرة ياك لا لا والله تعالت شوف لعبت لها انا بغيت ندور لك ولكن نمرتها بين راجع ما بين ما لعبت ما لعبتش الحمد لله ماشي انشوف واتساب عمر لا 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 رجولة رجولة عمر عمر قول اخوي البجاء سربي سربي قول اخوي والله ما نقول اقول انت وصافي قول ما خسرتش الناس نوريو لا ولا ولا هاي ممسك ممسك وصافي وصافي لا لا عمر اعطيني انا عمر لا انا شخصيتي اقوى من شخصيتي مدبرتي رجاء لا خلاص بعدين 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 شو ما عليكم الدراري شو ما عليكم كالفورمة اللي حطت لي هذه كون ها سنان ولكن بالله تبغى نوريك هادي يا بلاتي تجي عندي والله ما نعقل على هادي اقسم بالله سنان سنان قبل لا عمر عمر ما تهددنيش يا عمر سنان وليت فيما نطلع الصوريج بان كيقول يا اوه ما غيطيح ما غيطيح يلا شوف ديرها 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 ها 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 والساحية ما كيطيحوش مزيانين خايف نديرها كو يطيح ولا عندك عقدة ياك المهم صافي يا ريدا يلا قول لنا شنو كاين يلا يلا عمر ورينا داك الشيء عمر اللي مخبي ليش ورينا ليش اللي محط حداك يا واحد اولي ورينا ثاني حاجه بلا تبغى يعرف الراسه لا سير ياك ها جوج اوه الناس راه تخيل تخيل هذاش من هو بلاتي هو 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 تقيل 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 شكله تقيل يلا شوف يلا عندك كانت ثقيل
انتي هادي انتي هادي وهذا رضا وهذا اولادكم. يلا ورينا شوف ورينا ادخم حق. لا ما بدي هذيك بدي هاي. طافي طافي. شو عمل بالله. شوف هنا هادي هادو الهدايا تاخذوهم بس سووا لي لايك على اخر بوست. والله يلا سووا لي لايك على اخر بوست تاخذوهم. اسمع اسمع عمر او ماي جاد عمر روح اللي عنده بطولة دي يبكي ورق عليه كل لحظة بوم تنزل. اسمع اسمع اوف والله تضحكت. والله تتوحش نطلع لايفات حقاش كنضحك اقسم بالله. اوه بس لا تبكي لا تبكي. لا لا والله لا والله سوي سوي لي كذا سوي هاش سوي كذا بليز شوف توري شليت. وين راح؟ الناس نزلوا شكلوا راح عندنا عمر جاي جي جي عمر جو 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 لوكس جو لا جي يلا عمر هاني هاني دابا كنبغيو نقولوا لكم بان هاد الهدايا اللي وراكم عمر دابا اللي موجودين في المغرب عمر فين 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 فينك عمر؟ انا انا سير وهاد الهدايا اللي غادي ديرهم هما عندي انا هنا هنايا مصونين. هاد الهدايا غادي يكونوا الفوز ديالكم في الجيف اواي اللي غادي يكون نهار السبت اللي وعدتكم انا اللي غنديروا لكم. فاول حاجه قلت لكم غادي نديرها هي لايف وانا دابا وعدتكم باللايف ودرتو. ثاني لايف غادي يكون عند رغدة امتى بغيتو يكون؟ غدا. غدا لايف؟ لا بعد غدا. بعد غدا لايف؟ لا لا توجد تطلع والله شوف اسمع اسمع شتاتني واحد انرجي كبيره بزاف بشوف اقسم بالله على العظيم حتى الاسبوع الجاي غادي تشوفوا فيديوهات غادي تنزلوا غادي تشوفوا فيديوهات على الانستغرام ونهار السبت غادي يكون جيف اواي اللي غادي يكون فيه الجائزه الاولى عمر بين لي الجائزه الاولى تبقى تعذب ممكن اشارك ممكن اشارك لا يا اختي انا مصداقي والله واحد فيكم ما يفوز الجائزه الاولى الى ربح واحد في المغرب غادي يسلموا ليه عمر الى ربح واحد في واحد في الاردن انا اللي غادي نسلموا ليه بلاي ستيشن الى فاز به واحد من المغرب عمر اللي راح يسلموا لا لا بس لا ان فاز لا واحد لا من الاردن لا فانا اللي راح اسلم لا جيف اواي راح يكون يوم السبت يعني بكره ياك يعني بكره بكره راح يكون مسبح الجائزه الاولى ايفون 11 برو ماكس الجائزه الثانيه يا برو ماكس الجائزه الثانيه راح تكون بلاي ستيشن 4 يا 4 يا يا ما يا يا الجائزه الثالثه فول مسبح اللي بحال ديال عمر الناس والباقيه فلوس والباقيه ماني 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 9000 درهم او ما يعني غدا غدا غادي يكون اقوى جيف اواي غدا اقوى اقوى اوكي ثاني يلا اعمل حاجه اوكي انا ما كنت بمزح معك يلا ما تصدق شيء كنت شوك اقول او 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 هاو طبعا قال برن علي ببهدله بعدين اقوى جيف اواي غيكون غدا بغيتكم كاملين الجزائر ما يربحوش حمسوا ممكن كاملين كاع الدول تشاركوا فيها غير اللي اللي نقدر انا نسلموا لكم ولا عمر اللي يسلموا لكم غادي يكون في المغرب والاردن باقي الدول الجزائر فلسطين تونس مصر كل شيء يعني اي دوله تقدر تشارك ما صيفطوش السعوديه هي اي دوله تقدر تشارك يعني ممكن يصيفطوا لها بلاصه باينه الجائزه زياده انه راح يشوفني ويشوف رضا كمان خويا 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 السلام عليكم يلا هبط خالد خلينا باش نقول لك شنو حاجه واحد حاجه في التليفون في التليفون المهم خلينا نسلموا على الناس اسمع المهم كما قلت لكم والله تتوحشنا ديال بصح ان نطلعوا لايف ان شاء الله غنطلعوا لايف اقرب وقت ممكن مره اخرى وهذه المره
غادي يكون غدا نطلع انا ورغدا بوحدنا بوحدكم بحال خويا بحال اختي رغدا ايش تعمل رجاء نفسي اعرف والله يا ريت الحين بدور لك تشوفي رجاء ايش قاعده تسوي لا دقيقه ادور اشوف رجاء ايش قاعده تسوي تخيل عم تسبح الحين رجاء وابويا وامي ها واحد جوج ماشي تشوف بطلنا نشوفه بعدين واوريكم خلي عائلة بلمير خليهم مستانسين ما يسمعوا اسمعوا بكره غدا غني نكري غدا غادي نشئ حساب لا غدا بالعاني من بعد صافي اوكي غدا غادي يكونوا ستوريات كيفاش تقدروا تشاركوا في جيف اواي وكل شيء وريناكم جوائز وموحد عليكم كامل يلا عمر هات الله براسك مع السلامه يلا الدراري الدريات شكرا اشوف انا نتكلم بلغتي وانت قول لهم باي بلغتك دراري يلا يا جماعه دراري تهلاو في راسكم ان شاء الله نكون انبسطوا باللايف تبعنا عن جد انه انبسط انا الاول لا ليديز فيرست يلا طيب يا جماعه ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا اللايف انا صراحه كثير انبسطت معاكم لان من زمان ما فتحنا لا هذا تعمد هنا راح اقول لك ليدي فيرست مع السلامه دراري شكرا بزاف على الحضور ديالكم ان شاء الله نتلاقاو في شي لايف اخر شكرا لكم بزاف بحبكم مع السلامه